حل قضية الأجور الذي أتى برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقى اعتراضا كبيرا من قبل وزراء التيار الوطني الحر، اعتراضا بلغ حد اعتبار الوزير جبران باسيل أن الحكومة ليست حكومة حاكمة بل هي حكومة محكومة. فهل يعني هذا أن وحدة الحكومة مهددة؟ رح أقولها بكل صراحة، في ناس عندهم wishful thinking، يعني هيك ناطرين، عرفت كيف، انه هيدي الحكومة رح تفرط لانه في اراء تختلف بين مثلا بيننا وبين يمكن حركة امل ويمكن بين الحزب الاشتراكي. لا، هيدي خلافات ايجابية. نتشكر الرئيس بري، والرئيس بري هون شو عم بيعمل؟ عم بيعمل شيء نيجاتيف، عم بيعمل شيء جدا ايجابي، وبهالموضوع نحن ما عندنا اي اشكال. بس حتما بالشكل افكار يلي التفع عليها الرئيس بري كان لازم تنتقل لوزير العمل، عرف بطروحات الرئيس بري وزير العمل بالجلسة. عبود اعتبر التسوية التي رفعت الأجور من دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة السوق على استيعاب العمال حلا خطرا لا يسمح بإعطاء فرص عمل جديدة. في المقابل أكد أن حل 900 ألف ليرة الذي طرحه نحاس كان إصلاحيا ومتكاملا، معتبرا أن الهيئات الاقتصادية تفتقد للوعي وللقدرة على إجراء حسابات بسيطة. يعني ضد 900 كان في عندنا 9% توفير على الضمان، وكان في عنا الانتهاء من تسويات نهاية الخدمة اللي كتير مهمة للشركات الموجودة والقديمة والعريقة. حكي الوزير نحاس بالفيرست جوب، يعني اللبناني اللي أول مرة عم يشتغل، إجا قال هيدا لا، بدنا نجي نقول إنه سنتين دولة بتدفع عنه اشتراكات الضمان لنخلق فرص عمل جديدة مش تحت ضغط الشارع. بدنا نكمل نحن ناخد قرارات لا بالمنطق ولا بالدراسات ولا بالعلم ولا بالعدل. وشدد عبود على أن الآراء المختلفة في مجلس الوزراء يجب أن يتم الاستماع إليها، وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يصفي الأمور ويتخذ قرارات منطقية.